انت قلتي لي ان انت طورتي طريقه التعليم. يعني استاذه ايمان اكتشفت كنز، معرفش ده لقيته ازاي، ده عايز يتحط في متحف. لقت كراسه، ادخلوا معايا، لقت كراسه الولاد دي سنه بتاريخ كام؟ 1946. بصوا الولاد كانوا بيتعلموا ازاي، والكراسه متصححه والرسم بتاع الكراسه، بصوا يعني كراسه قديمه خالص، صفرة وخامه الورق مصفر خالص، ودي الإرشادات دي دي كراسه حساب. بصوا التعليم زمان. انا هعيط. بصوا الصق، بصوا خطوط. قلت لها ايه الكنز ده؟ يعني انا مش عايزين، انا مش عايز والله مش عايزه. بصوا 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 كل حاجة بتمنها، يعني ده تمنه كام، وبيجمعوا ثمن رشاشة، 7 رشاشات، ثمن ناقوس، 30 يناير 1946. ده ايه ده؟ ده في ابتدائي وخطه كده؟ ده احلى من خطي. بصي بصي العيال بيتعلموا ازاي. فهي شافت، الله، شافت طريقة التعليم والنظام وكده، وقالت تطور الكراسة دي لكراسة تعلموا بيها الولاد دلوقتي. صح كده؟ انا فهمت بس صح. دي البداية. ايه الحلاوة دي؟ انا منبهرة بالكراسة يا اخوانا. ايه ده؟ انا بتقولي مطلع لك هدية وبتفتح الشنطة، قلت لها ايه مطلع لي ايه؟ يعني ايه كراسة؟ فكنز، انتي دي لقيتي هاي. كنز. وانا متأكدة ان في بيوت كتيرة عندها القراريط الكراسات دي. احياء كراسة الارشادات بالشكل الجديد. دي اتعملت حضرتك في وقت كورونا. لو حضرتك تبتدي بس اول صفحة افتحي فيها هي تاني. كراسة الإرشادات بالشكل الجديد. استنى، بصي بقى حضرتك، الأمانة، الصدق، قبليها كان في، عشان كورونا كان في الوقاية، عشان كورونا اتعملت الوقاية قدامها النظافة وليها فلسفتها. بس انتي بتخليهم يكتبوا ما انا الأمانة هقول الأمانة لحضرتك، الأمانة، لا يعني لا ايه لا 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 هيستفيدوا؟ لا حب الخير، حب الوطن مهم، حب الوطن بالظبط. في الزمن، المحبة، التسامح، الاحترام، الرياضة، التعاون، التعاون، الرياضة، مقسمة كل صفحة. ليها الحاجة طيب بتاعتها. أهم حاجة بقى اللي في الآخر كمان الإرشادات. الإرشادات. طيب الإرشادات: إذا طلبت من أحد شيئا فقل من فضلك، وإذا أعطاك أحد شيئا قل شكرا لك. من آداب المحادثة أن تصغي إلى محدثك وألا تقاطعه في حديثه. أصلح عيوب نفسك قبل أن تصلح عيوب غيرك. على فكرة زمان إحنا، أنا لحقت الكراريس اللي عليها الإرشادات، بالظبط، ما هي أنا دي لحقتها. كراسة. بالظبط، دلوقتي بقت الكراريس عليها صور ديزني فعلا، ديزني. ما هو ده اللي انا بس بقوله لحضرتك. إنما زمان أنا لحقتها والله. وكان، وحتى التيكت اللي كنا بنكتب عليه اسمنا كان بيبقى فيه في العجلة الندامة وفي التأني السلامة أجمل. ده أنت رجعتي القديم، رجعت اللي احنا اللي إحنا مفتقدينه، مفتقدين، اللي مش احنا موجود. عايزينه، كبير وصغير. إذا أخطأت فاعتذر بقولك إني آسف. أجمل شيء في الحياة هي المحبة. أخطر إنسان في الحياة الكذاب. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. حب لأخيك ما تحب لنفسك. أصل كل الشرور الأنانية. قل الحق ولو على نفسك. لا تعمل بما لا تقدر عليه. يعني بصراحة، يعني حب الوطن، حب الخير. بتعملي إيه بقى؟ يعني الصفحة دي بتفتحيها للولد بصي وبعدين؟ حضرتك، هي دي كراسة كان هدفها اللي هو إحياء كراس الخط الإرشادات القديمة بالشكل الجديد. ما احنا بنطور نفسنا عشان بقى، تخلي كمان ولادي يكتبوا بخط حلو حلو، ويمشوا على يكتبوا خط السطر جديد. ومش عارفة فلو ايه. تلاحظي حضرتك، أول صفحة فيها 3 سطور بالنقط. خلاص هو هيبتدي بعد كده بقى اللي هيكتبه ده لوحده. بس هنقعد بقى نفهم يعني ايه حب وطن، هنقعد نكتب ونشرح يعني ايه حب الخير، يعني ايه الوقاية، يعني ايه التسامح، يعني ايه ده السن المحبة. قد ايه؟ دي حضرتك دي تمشي للكبير وللصغير، لان كلنا محتاجينها، ملهاش سن. بس احنا بنبتدي مع الاطفال، مع النشأ الصغير. الصغيرين، لان هم خامة، سفنجة، عطشانة، عطشانين. وعند انا اللي انا اتفاجئت بيه كم التجاوب، كم التجاوب بتاعت الولاد. احنا وصلنا لمرحلة ان انا بقول لهم بصوا احنا مش هنتكلم، احنا هنشاور
ونشتغل مع بعض، انتوا اللي هتنظموا بعض، انتوا بتاع، انا مش هتكلم الا وكله ساكت. فهم يعني اتحطوا على الخط الصح.